صباح الخير، صباح الخير يا نجم، مبروك على الأغنية الجميلة، كنا لسه بنسمعها وحتى احنا قلنا انت بتسمعها معانا لما ما لقيناكش على التليفون. مبروك مبروك علينا كلنا، ومبروك لمصر الفرح الجميل اللي انا شايفه ده. أدليت بصوتك يا نجم صح؟ نعم أدليت بصوتك؟ طبعا. امال ايه؟ صحيح ولا هتنزل النهارده؟ لا نزلت امبارح وكان منقول على هوا، صدى البلد جابته الحمد لله. طب ما عايز اسال حضرتك برضو، احكي لنا كده عن الاغنيه والفكره جات لك منين، ودور فعلا الفن الناعم ان هو يوصل رسائل مهمه جدا للشعب. والله يعني انا مش عايز اقول لك، طبعا يعني هو يعني واجب وطني على كل فنان يشارك بأي عمل بأي شكل يقدر يقدمه. صحيح. البلد محتاجانا، والبلد يعني بتمر بمنحنى في التاريخ هيتسجل على كل واحد عمل ايه وكان موقفه ايه، ومصر تستحق مننا كلنا. طب استاذ محمد، انا عايز اعرف من حضرتك حاجه، انا دي بلاحظها دايما في اغانيك الوطنيه، صوتك بيختلف مع الوطني، صوتك بحس ان في مصر قوي، غير الاغاني طبعا العظيمه اللي حضرتك بتعملها، الاغاني الرومانسيه اللي بنستناها دايما، لما في الوطني بتختلف شويه، بحس ان الموضوع طالع من جواك قوي. يعني عند مصر كلها لازم نقف انتباه، ولازم كله يعني صوتك اوتوماتيك لازم يبقى واقف انتباه. انت وانت بتقول مش سامع، حاسس ان انت قاعد قدام الجمهور المصري كله وتقول لهم مش سامع، وعايز تسمع منهم ان هم هينزلوا. ربنا يخليك، يعني حماسه حماسه اتمنى انها تكون يعني بقدر حبنا المصري يعني مش اكتر. والله ما يعني مش عايز اقول كلام طبعا مترتب، والكلام اللي هو يعني انت حسيتها كده اشكرك طبعا، يعني اتمنى انا دايما بنعمل ده. والله العظيم بحس ان انا، شوف انت بتقول كده، انا ببقى حاسس ان انا ما قدمتش حاجه كويسه بالذات في اي عمل وطني. انت قدمت يا استاذ محمد اهم حاجه، لان دور الفن هو اسرع الرسائل اللي ممكن توصل تحديدا كمان صحيح. للشعب المصري، سواء الاغنيه او العمل الدرامي او السينما، فانت قدمت حاجه من اهم الحاجات اللي بيحتاجها الشعب المصري. فنانينا الكبار اللي سبقونا وتعلمنا ان دول هم كانوا أعمدة الفن في مصر والوطن العربي، كانوا بيناموا بيفرشوا السجاجيد في الإذاعة والتلفزيون. صحيح. في اللي مصر محتاجاهم فيها، أنا مش هزايد على حد، ولكن أنا هقول لك إحنا مش هنعرف نوصل لخمس الناس ديت. أنا بتمنى إن أنا أكون بعمل الدور اللي مطلوب مني واللي استاذ محمد. واحنا في اليوم الثالث والاخير من الاستفتاء، تقول ايه للشباب اللي لسه ما نزلوش؟ كان في شباب كتير، والله انا شايف في التلفزيون شباب كتير جدا جدا واقف، وانا لما رحت اللجنه انا كل اللي استقبلوني شباب، وكنت واقف ومتصور معاهم على فكره. لا حد يعني يقول ان انا بقول كده، يعني احنا شفنا الصور على السوشيال ميديا، الصور كلها شباب وبنات زي القمر وشباب زي العسل، والناس الكبيره والناس الصغيره والناس البسيطه والناس ناس يعني شعب مصر الحلو، اللي هو التكوينه الحلوه لشعب مصر كلها. مفيش حد اللي بجلابيه واللي ببدله واللي بقى صحيح كل الاطياف وكل صحيح. أنا مش عايز أقول لك، أنا فرحان جدا من أول يوم استفتاء. أنا كنت متابع، للأسف كنت في دبي في أول يوم، بس متابع لحظة بلحظة، وبأكد كل شوية على الطيارة بتاعتي عشان أرجع وأبقى الصبح تاني يوم موجود في اللجنة، والحمد لله ربنا وفقني وتمت على خير الحمد لله. نجمنا المتميز النجم الوطني محمد فؤاد، كل الشكر لحضرتك، بشكرك على تواجدك الوطني دايما في كل الصفحات اللي فاتت. كل مطرب قدم أغنية على فكرة، بشكر كل صحيح. اللي عمالين يغنوا، اللي عمال سامع أغانيهم، بجد أنا فخور جدا جدا بكل الناس اللي مقدمة أغاني دي، وإن شاء الله في أي مرحلة تانية هتلاقونا كله متواجد. الفن المصري بخير طول ما حضراتكم موجودين. كل الشكر للنجم المتميز محمد فؤاد.